بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأمام، انطلاقة تراسر العرضية ولكن التغطية حاضرة أمامنا تصل إلى رياض محرز. تمريرة من محرز يلعب دي بروين، محاولة للكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، استخلاص محاولة الافتتاح. غريليتش يبحث عن المهاجم السيتي لأننا نتحدث عن دوري مصاب حزائم. هنا محاولة أمامية وتسديدة، محاولة للصح إلى الآن. هنا هنا محاولة أمامية والكرة، هذه اللحظة المحاولة أمامية والكرة العرضية والحارس إيدرسون. هنا محاولة أمامية والكرة داخل منطقة جانب الكرة في وسط الملعب، حاولت الاستلام وانطلاقة هنا أمامية. دي بروين في التقدم والعرضية وإلى خارج أرضية الملعب، حاول أن يضاغط أمامنا دي بروين والانطلاقة والبحث عن كرة عرضية. مالكي هالاند جاك غريليتش حاولت التقدم من جانب بصورة جميلة والعرضية، وقلنا يا جماعة في غمضة عين قد تجد نفسك أمام الشباك، في غمضة عين قد تجد أمامنا ومحاولة داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله. نعم نعم، هي مقدمات لقطتها هالاند الأولى، هي مقدمات الأهداف، ولكن هدف هالاند شيء وصناعة اللعب شيء آخر، الهدف شيء. إلى هالاند الانطلاقة، مشي وين هالاند؟ يحاول التقدم والعرقلة هي السبيل لإيقاف إيرلينغ. هو أيضا لكن صناعة اللعب الآن، كرة تبحث عن أكثر من رأس ملعوبة إلى هالاند داخل منطقة الجزاء. بروين داخل منطقة الجزاء، التسديدة، الله عزف وأي ثلاث ثواني غريليتش تسديدة، ولكن 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 مرت الكرة ممنوعة أمام السيتي. تمريرات في أمام المرمى يا منطقة الجزاء، المحاولة لكرة عرضية، تسديدة ما زالت قائمة أمامنا الكرة، التسديدة ولكن بين كرة تبحث عن سيلفا داخل منطقة الجزاء والمحاولة وإلى أحضان حارس المرمى. وما القول وما دار الاحتفالية؟ هالاند طالع ويرى شباك قد أينعت وقد كان حان وقت خطاف الهدف الثاني. نعم إيرلينغ هالاند ضمانا يرى شباك قد أينعت وقد حان وقت عناقها. ياندرو تراسر داخل منطقة الجزاء يلعب الكرة العرضية.